من الحزب الاسلامي اللي قال السن 17% واحنا بقد الصين، لك ما يصير الحزب الاسلامي تبنى هم شلون بهواي وين بقد العراق كله ما يصير شارع بالصين، احنا نقول العراق كله ما يصير شارع بالصين، احنا نقول رايحين باتجاه الاقليم وان شاء الله على الموعد نصير. شوف انا اقول لك خابت امالك وبطلت احلامك وانتهى حلمك الى هنا، مع انتهاء الحلقه لن يتحقق هذا المطلب.